الوالدة لم تكمل تعليمها، خرجوها وهي صغيرة من الكتاب عشان ما كانش عندهم فلوس يكملوا لها يعني تعليم وكده. فحلمت ان اولادها هم اللي يتعلموا. ولما خلفتنا كانت بتقعد جنبنا تتعلم، لما احنا رحنا المدارس كانت بتقعد تعمل نفسها بتراجع لنا دروسنا، بس هي كانت بتتعلم معانا القراءه والكتاب. فهي شخصيه فريده جدا يعني، شخصيه استثنائيه. ولو انا كنت وارث الشعر من حد يبقى انا وارثه من الحاج حياه الله يرحمه، لان هي كانت دايما تحب السجع وتحب تحفظ الشعر، تحفظ كلمات الاغاني. وكنا الامثله الشعبيه هي مدرستي الاولى في المثل الشعبي. المثل الشعبي كانت كمان لما تحس ان في خلل في الايقاع بتاعه، هي مش فاهمه طبعا الوزن ولا حاجه، بفطرتها كانت هي تعدل المثل بحيث انه يبقى فيه شكل ايقاعي، انه يبقى موزون حتى من غير هي ما تدري بالمساله دي. اول حاجه كتبتها في حياتي رحت سمعتها لها، فكانت اول مستمعه واول مشجعه. يعني هي اللي قالت لي حاجه غريبه يوم، قالت لي انت ناقل الكلام ده من حته؟ قلت لها لا والله العظيم ده انا اللي كاتبه. قالت لي طب كل ما تكتب حاجة تعالى سمعها لي، انت كاتب حاجة حلوة قوي وكل ما تكتب حاجة سمعها لي. فهنا ولا قهرتني ولا قالت لي اقعد ذاكر ولا قالت لي انت مضيع وقتك في كلام لا، حسستني ان الشعر ده حاجة جميلة، وبعدين حسستني ان اللي انا كاتبه ده ممكن يكون منشور في مكان ما، واخد بالك؟ لما قالت لي هو انت ناقل الكلام ده من حتة، واخد بالك؟ فده معناه ان الكلام ده ممكن يبقى موجود في مكان ما يعني منشور. فهنا هي الحقيقة تبنت، احنا كنا أسرة كبيرة العدد يعني، احنا 12 اخ واخت. فهي من وسط دول كان دايما عندها هاجس انه جمال ده حاجة مختلفة، وده ليه معاملة خاصة، وده ليه واخد بالك يعني لازم يتوفر له جو خاص، ولازم يتعامل باعتباره هو هيبقى شيء مختلف. التقاطها ده وذكائها ده وفطرتها دي هي اللي ساعدت في ان انا اصل الى ما انا فيه.